الإعلام، بتعرفوا كثير من الإعلام الغربي محكوم من قبل قوى صهيونية، والصهيونية مش بس يهودية، يهودية ومسيحية، وفي يوم صار في قال عرب كمان. فالآن إذا هل إسرائيل الآن تكسب معركة الإعلامية ولا تخسر؟ لا، هي بتخسر الآن، لأنه هم كذبوا. ثم بدأ بتعرف الله سبحانه وتعالى يسخر في, في, في الناس بغض النظر مين هم، من يقف ويتساءل، طيب أنتم بتقولوا قتل الأطفال مثلا، جيبوا صور أشوف، إحنا بنجيب لكم صور أطفال غزة مثلا، بتقولوا اغتصبوا وين، طب هاي بنجيب لكم شهادة نساء، لا. فبدوا ينفضحوا، حتى أنه الحكومة نفسها الأمريكية تداركت بعض الأمور وقالت إحنا يعني زي ما سمعنا إلى آخره. والآن في حملات أخرى، وبالتالي الآن الإعلام الصهيوني أقصد بشكل عام عم بيخسر. أي واحد مهم، لأنه كثير من الناس ممكن تنضرب في معنوياتها لما يشوفه كأنه كل العالم يطبل ضدنا. لا، مش صحيح. هذه مسألة. وإذا بتلاحظوا في قضية الإعلام الكلام عن اغتصاب النساء، وهذا طبعا راح يفضحهم أكثر في الكذب أمام العالم كله، ولكن جيد أنه نعرف أنه غير المسلمين في الحروب يغتصب النساء ويقتل الأطفال ويقتل الشيوخ والآخره في غير المسلمين. وتتميز أمة الإسلام في تاريخها كله أنها لا تمارس مثل هذه الممارسات. واسأل الألمان لما هزموا إيش صار في نسوانهم، مين اللي اغتصب؟ هم الأوروبيين أنفسهم، تمام؟ واسأل، وانتوا شفتوا كمان أمريكا ممارساتها في العراق وتفاصيل.